كنز فرعوني عمره 4000 سنة مدفون تحت الأوضة دي، محدش يعرف سره غير المرحوم أبويا وأنا وأنت. بس الحكومة هتسيبه، دول بقالهم سنتين يبحثوا عند الأهرامات. عند الأهرامات شيء وجوه بيتي شيء تاني، كل حاجة هنا ملكي. لوحدك؟ أيوة. بس هتلقاه فين الكنز ده؟ الأوضة واسعة. أمال أنا خبيت السر عن العالم كله ليه؟ وبعتلك أنت بالذات ليه؟ أنا مش فاهم. طول عمرك تساعدني يا كامل أفندي. أنا ماليش بركة إلا أنت. خلفت 6 بنات و3 صبيان، كان الموت لهم بالمرصاد. لكن عاش لك بعد كده أحمد وهنية. بفضلك. أستغفر الله. مش انت اللي دلتني على صاحب الكرامات اللي زارني ورقاني وربنا استجاب لي دعاه وخلاهم لي؟ الحمد لله. انت كمان الوحيد اللي تعرف العرافين واصحاب الكرامات اللي يقدروا يطلعوا كنز من هنا بقوتهم السحريه. طول عمرك ليك فضل على الناس كلها، يبقى مين غيرك اللي هيدلنا على اللي يطلعوا كنز من هنا؟ هتساعدني وتاخد نصيبك، كل شيء بتأمنه. أنا مسافر بكرة طنطا، هقعد 2 3 كده، أخلص شوية أشغال وأرجع طوالي. لوحدك؟ يعني هاخد معايا اللي يونسني؟ لو ما كانش امتحاني قرب كنت جيت معاك. أنت امتحانك إمتى؟ بعد 2 أسبوع. لا، أنا عايزك تقعد في البيت هنا وتاخد بالك من مذاكرتك. أما شوف بقى أنت ولا هني؟ يا رب أبقى زيه. انت خلاص يا دوب السنه دي وتقعدي في البيت بقى. لو بتحبيني حقيقي سيبني اتعلم طول عمري. انت هتعلمي بس مش مدرسه. امال فين؟ اسال امي. انا خدت اللصالص من تحت ايدك. انت ضامن يا كامل افندي ان الشيخ مسعود اللي بتقول عليه ده هو عز الطلب؟ يعني هوديك لواحد نصاب. استغفر الله. انا شفته بعينيا دول عند جماعه معرفه جايبينه من طنطا مخصوص. كان عندهم كنز برضه؟ لا، ورقه مهمه ضايعه، قعد في بيتهم 2 يومين، ظهرت الورقه في 3 يوم. انت بتشوقني لدرجه ان انا عايز اطير لطنطا. يا سلام يا كامل افندي لو اتحققت الامال. بس على الله بقى ما تنساناش زي ما غيرك عمل. ولا كل من ركب شنب على خلقته صاين لكلمته. Are you?
بشنشنة مالك، بشنشنة مالك مالك، واديله يا فنيا بيمينك وبشمالك، واديني انا المعرفة في عرشي وممالك. الحاج عبد الجليل اخ وصديق عزيز من نزلة السمان، بلغه كتير عن معجزاتك، جاي برجليه يلتمس عونك وبركاتك. الحاج عبد الجليل عنده كنز في بيته وعايزك تكشف له عن مكان، وده اوان الكنوز. وهي الكنوز لها اوان زي البلح والجوافة والبرتقال. قول كله بإذن الله. طبعا كله بإذن الله يا سيدنا. الكنز في الجيزة عند الأهرامات. كنز فرعوني. ايوه. ايه امتى باذن الله تقدر تسافر معانا؟ كل اللي انت عايزه يا سيدنا رهن اشارتك. 200 جنيه مقدمه ينفعوا؟ المساله مش مساله جنيهات. هو كده يا سيدنا الشيخ. ها صحيح. ده عم الشيخ مسعود ما يلمس الفلوس بإيده أبدا. سافر بعد بكره باذن الله. الشيخ فين السيد؟ قفل الابواب، قفل الابواب. اتفضل يا شيخ. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اتفضل هنا يا سيدي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قول لهم يا واد يحضروا الغداء وندهلوهم كلهم. الله، توكلنا على الله. اتفضل يا سيدي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. الكلام اللي هقوله ده مش عايز يطلع بره. انا احنا السته وانا جاي في القطر قابلنا راجل من اهل الله بتوع ربنا، لما نزلنا مصر ما كانتش له وجهه يروحها، ف
حلفت عليه انه يجي معانا هنا. انا فتحت له اوضه المرحوم ابويا بات فيها. الراجل بيقعد يتعبد 24 ساعه، مش عايز حد يفتح عليه اوضته ولا يقطع عليه خلويته. مفهوم؟ مفهوم. انما حضرتك مش عايز حد يعرف ليه؟ احنا بنأدي ثواب، والجهر بالثواب يضيع جزاته عند الله. كل واحد يشغل في حاله بس. عايز تذاكر مع ابن خالتك روح ذاكر مع بيته، عايزه تشوفي بنت خالتك تروح انت زوريها. مفيش داعي حد يجي البيت اليومين دول. نفخ. يا باهية باهية باهيات باهيات باهيات. الوحة الوحة الوحة. العجلة العجلة العجلة. الساعة الساعة الساعة. هوتر هوتر هوش نوش نفخ. هوتر هوتر هوش نوش نفخ. عايز ايه؟ الغدا بتاع سيدنا الشيخ. ها ما يصحش حاجه، ما يصحش. قلت لك هات، روح شوف شغلك. افندم يا سيدنا الشيخ. الغدا يا سيدنا الشيخ. مش كان حقك تسرح الاول يا شيخ مسعود؟ جاي كده على الشغل طوالي، انما لزومه ايه البخور يا سيدنا الشيخ؟ لازم لقيت في الاوضه جنو شياطين. اي خدمه يا سيدنا الشيخ؟ افتح الشباك ده. حاضر. ماشي الشباك ده عشان بيطل على الجيران. افتح لك الشباك ده. أنا عبد الرحيم يا أحمد. بتعمل إيه عندك يا عبد الرحيم؟ ها؟ أبدا، أنا كنت فايت لقيت دخان طالع من هنا، افتكرت في حريقة. أصلهم بيشوا لحمة في الأوضة دي. ها؟ بيشوها بالبخور. غيري يا أحمد. ها؟ إيه؟ غيري يا أحمد، إيه اللي حصل؟ خير يابا، أصل عبد الرحيم شاف دخان طالع من أوضة المرحوم جدي، افتكرها حريقة.
ده انا كنت ببخر الاوضه. احمد افتكرهم بيش ولحمه. بركه اللي اطمنت. تصبحوا على خير. وانت من اهله يا ابني. وهو ماله هو؟ البيت فيه حريقه ولا ما فيهوش حريقه؟ كان قلبه علينا؟ انت احرجتني معايا يابا. وهو ماله بس؟ حد كان يسجد بيه؟ الشيخ ده جوه بيعمل ايه بس يابا؟ ما حدش فيه دعوه بيا، بيتي وانا حر فيه. الولية الكركوبة عايزة ترجع صبية تاني. قال ايه؟ جايب لها عراف عشان تخلف. عبد الرحيم. ايوه يا ام. عبد الرحيم. ايوه يا ام. نعم. مش تيجي تسلم؟ اه زيك يا خالتي. الله يسلمك يا ابني. ايوه كده كبستهم وحطيت وشهم في الطين. ازيك يا زهر؟ كويسه قوي. شوف كبرت ازاي وبقت عروسه. اهي لا بتروح مدرسه ولا بتتعلم، انما كل الشبان هتتهبل عليها. ده يا بخته اللي هياخدها. عن اذنكم. نفخ. هوتر بهوتر هوش نوش نفخ. هوتر بهوتر هوش نوش نفخ. هوتر بهوتر هوش. اقعد. على الارض. ابوك اسمه ايه؟ عبيد القرش. وجدك اسمه ايه؟ اسمه امين القرش. وامك اسمها ايه؟ انت زودتها حبيتين يا سيدي شيخ. اقعد. ما كفايه عليك اسم ابويا وجد يا حاج عشان اشوف لك الطالع واحسب لك النجوم لازم اعرف اسم امك. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اسمها يا سيدي. اسمها يا سيدي توحيد. بهوتر بهوتر هوش نوش نفخ. بهوتر بهوتر هوش نوش نفخ. ساعة ما جه وهو قايد البخور بيطرد الأرواح. أنا برضو قلت كده. بس حكاية القراية دي جدت عليه النهاردة. بيجلب الأرواح اللي حبسة الكنز. يعني تأكد من وجوده؟ معرفش. يلا هاتوا هاتوا 10 كيلو بخور مستكة وجاوي وعين الحسود ومية عسيلة وعقل وادبحوا 3 خرفان
وزعوا لحمهم على الغلابة وآتوا الفراوي بتاعتهم قدامي هنا. نعمل ده كله النهاردة؟ اسكت انت لقيت الكنز يا سيدنا الشيخ؟ صلوا يا شيخ. ده ايه الغرامة اللي على الصبح دي؟ معلش يا حاج، ما انت لازم تستحمل. ده ما في سؤال اساله له ويديني منطق. كل حاجة هوس هوس بره بره. انا مش قلت لك ان ده مش بتاع كلام، ده بتاع الشغل وبس. اما نشوف اخر سكوته ايه. خد ادي 50 جنيه اهو، روح هات له طلبات. يا سي عبد الرحيم، عايز تعرف ايه وانا اقول لك؟ ياه، ده انت جن مصور. قول لي بس عايز تعرف ايه؟ ده انا عاجبك قوي. ما تقولش لحد. طبعا. الراجل الشيخ اللي عندكم ده بيعمل ايه؟ هاتوا الخضار شوية.